السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا اخوي حمادي، شبيك شين عديم؟ حقا قل لي، اخي تلمت في التصحات مش تشكي بالشانتي اللي بحومها؟ يا ودي مش باش نشكي، نحب نفهم شكون المسؤول متاع الشانت، وقتاش باش يشوف؟ يسهل برشا. هي نورنا اخوي. برا البلدين، محرر مطلب وحط فيه المعلومات اللي تستحقهم. تو هما يقولوا لك الشانتي هذا شكون وراه وقتاش يشوفه، وكان ما جاوبوكش في 20 يوم. هذا راهو بالقانون، تمشي خويا تعمل عريضه لهيئه نفاذ المعلومه. هما يصدروا قرار في المعلومات اللي انت طالبهم منها ويقولوا لك اش تعمل زاد. هيئه نفاذ المعلومه. الحق في نفاذ المعلومه راهو حق، يعني اعتبرته الجمعيه العامه لمنظمه الامم المتحده من خلال قرارها عدد 59 الصادر منذ سنه 1946، اعتبرته يعني حجر الاساس وحجر الزاويه لجميع الحقوق الاساسيه يعني للانسان. شو معناها؟ يعني لا يمكن الحديث عن حريه الصحافه وحريه التعبير والاعلام بدون ضمان حق نفاذ المعلومه. لا يمكن الحديث عن الحق في بيئه سليمه بدون ضمان الحق في نفاذ المعلومه في المجال البيئي. لا يمكن الحديث عن مكافحه الفساد بدون ضمان حق نفاذ المعلومه الى الملفات اللي فيها شبهات تاع فساد. هذاك علاش الجمعيه العامه لمنظمه الامم المتحده من خلال قرارها عدد 59 اللي صادر سنة 1946 اعتبرت أن الحق هذا يعتبر حق لو كارفور دو تو لي دوا، يعني الحق الذي تدور حوله جميع الحقوق الأخرى، حقوق الإنسان الأخرى بما فيها حرية التعبير والإعلام. اللي حرية التعبير والإعلام نعاود نذكر راهو كان فيزيوني مع الحق في النفاذ للمعلومة، أو العكس بالعكس. خدمنا مع البلدية، عملنا معاهم دليل إجراءات مبسط للمواطن، وقمنا بأيام تحسيسية برا معناها في الشارع باش يعرفوا المواطنين دليل الإجراءات. وأنا إنسان بالحق خرج برا دار في الشارع، فما برشا عباد ما عندهاش فكرة على القانون هذايا من أصله. عرفت الفما قانون نفاذ للمعلومة، مي في حقيقة الأمر القانون ضايع. صحيح نحن عملنا دليل مبسط للقانون مع البلدية، وخلوا معناه بعد الأيام تحسية كل شيء لقينا أنه المواطنين عجبتهم الفكرة، مي دليل إجراءات أنه صحيح هو سهل وكل شيء، مي في حقيقة الأمر انه صعيب باش يتحصل على المعلومه ساعات ديريكتومون. برمي الصعوبات اللي لقيناها واللي بشرناها ولا احنا كنا معاها، وحتى معناها عنا معناها مواطنين ديما يتصلوا بينا على اي اشكاليه على اي حاجه تصير لهم، انه ما فماش موظف مكلف بهذه المهام في اغلبيه الادارات، وحتى كانت وجد ما لقيناش موظف معناها مؤهل باش انه يجاوبك وفي صيغه جيده.